عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في غسيل جديد على لاشين ديالي. اليوم غادي نقترح عليكم واحد لو بلا زوين بزاف للغدا بالحوت. انا عندي هنايا الصومو وغادي نرافقوه بواحد لاصالاد اللي دافيه ماشي بارده بما ان الحال بدا كيبرد. غندير واحد لاصالاد سخونه معاه ونتمنى يعجبكم الطبق ونجربوه وندوزو مباشره لائحه المقادير. الوغ عندي هنايا فيله ديال الصومو اللي ماشي ضروري يكون صومو، تقدروا ديروا اي حوت عندكم، مثلا لا كوربين القرب او لا اي حوت بيض، يعني غير فيله من الاحسن. ولا سلطه غادي نديرها بالاباز ديال الفيرميسيل. عندي هنايا الفيرميسيل مسلوقه، كلكم كتعرفوا كيفاش طيبوها في المطايب وكتصفيوها. انا هنا ما كنقطعهاش بحال فاش كنبغي نستعملها في البسطيله، ما كنقطعهاش صغيره نهائيا، نقدر غير نقسمها على جوج وصافي. عندي هنا واحد خيزويا وواحد الكورجيت وجوليانا رقيقه ولا تحكوها في الحكاكه الغليظه. عندي هنايا لي شامبينيون نوار، عندي واحد الفلفله حمراء اللي هي اللي غادي نصايب بها لا مارينات، كلشي ضاير على هاد الفلفله حمراء. عندي هنايا عصير ديال حامضه وعندي المعدنوس، عندي لاصوص الصوجا وزيت الزيتون. انا هنايا عندي جوج الانواع ديال الصوجا، هذه ثقيله وحتى اللون ديالها قاصح شويه وهذه خفيفه، تقدروا تستعملوا اي وحده عندكم. وبالنسبه للعطريه انا عندي هنايا هذا سكينجبير طري محكوك، عندي هنايا البابريكا يعني التحميره، عندي شويه ديال القزبر يابس، الملحه والبزار، عندي هنا واحد ربعه الضريصات ديال الثومه، وعندي قشور ديال حامضه محكوكه. اول حاجه غادي نصايب لا ماريناد حيت هي اللي غادي نخدم بها في الحوت وفي لا سلطه. غادي نقطع هذه الفلفله حمراء كرويات صغار شويه لانني غادي نطحنها وغادي نصايب بها واحد لاصوص، وديك لاصوص غادي نخدم بها في الحوت وفي لا سلطه. غادي نقطعها صغيره شويه باش تطحن ليا دغيا. ها هي هنا قطعتها. هاد لاصوص كتجي مختلفه على داكشي اللي تعودنا عليه، انا كنديرها بشحال هذا وكنتمنىكم تجربوها. كندير هنا فواحد الطحانه اولا كندير الفلفله الحمراء ديالي، وغادي نزيد عليها هذاك العصير ديال الحامضه، عصير حامضه كامله، والثوم الضريصات بربعهم كنزيدهم، زيت العود حتى نطحنها. دابا غادي نطحنها مزيان حتى تولي عندي ملسه بحال شي صوص طوماط ما فيهاش لي مورسو. وها هي هذيك الفلفله ملي كنطحنها كتولي بحال هكا، خصني نطحنها مزيان الفلفله مع الثومه والحامض. انا دابا غادي نديرها في واحد المقله لانها خصها طيب. نقص على البيضه، غادي نديرها طيب مزيان ونخليها تبرد، عاد غادي نقدر نستعملها. شوف دابا كتطلق الماء ديالها لان الفلفله عامره بالماء، وداك الحامض حتى هو كيعاونها باش تطحن ليكم دغيا. انا هنا كنديرها في المقله كي قلت لكم، وغادي نزيد عليها الملح والبزار، غادي نزيد القزبر اليابس، وغادي نزيد المعدنوس حتى هو، وفي الاخير غادي نزيد العود مزيان. غادي نكثر شويه زيت العود، وغادي نغطي عليها ونخليها طيب على خاطرها حتى ما يبقاش فيها داك الماء هكا كثير، طيب وما يبقاش فيها الماء تشحت ليا. وديك الساعات غادي نطفي عليها نحطها على جنب حتى تبرد، عاد غادي نخدم بها ديك الساعه. نسيت ما قلت لكم التحميره، حتى هي حتى التحميره كامله كنخلي غير سكينجبير وقشور الحامض، هادو غنستعملوهم في لا سلطه.
اللي غنكومباني بها الحوت، ولكن التحميره غادي نزيدها مع لاصوص. ديروا بحساب الملحه، انا ما غاديش نزيد مازال الملحه لا في الصالاد لا في حتى شي حاجه. الحوت راه غادي ندوزو في هاد لا مارينات وما غاديش نحتاج الملحه ولا الصالاد. الصوجة كافيه مع هاد شويه الملحه. ها هي هنايا طات مابقاش فيها الماء، شتوها. انا غادي نديرها في واحد الاناء وغادي نخليها تبرد على جنب على خاطرها. ملي كتبرد ليا هذيك لاصوص ديالي، انا هنا غادي نجيب الفيلي ديال الصومون اللي عندي. كي قلت لكم انتم تقدروا تخدموا اي حوت بغيتوه، راه هاد لا مارينات كتجي زوينه معاهم كاملين، سورتو مع هاد الصومون. شي حاجه مختلفه على اللي تعودنا عليه. انا غادي ندهن مزيان هاد الفيلي باش تدخل ليه لاصوص مزيان، اللون ديالو كيجي زوين. الفران انا مسخناه من قبل، غادي ندخل ليه هاد الصومون. راه كيطيب دغيا، ما كيشدش الوقت نهائيا، اولا ممكن نخليه شويه حتى يتشرب هاد لا مارينات مزيان. عاد ندخلو قلبها حتى من هنا. المهم انا غادي ندخل ليه مزيان لاصوص وغادي ندخلو الفران يطيب على خاطرو. وغادي ندوزو دابا باش نشوفو لا صالاد اللي غنكومباني بها هاد الحوت. بالنسبه لا صالاد، انا هنا عندي نفس المقله باش هاد شويه ما يضيعش، نفس المقله اللي صوبت فيها هذيك لا مارينات. غادي ندير فيها زويته د العود وغادي نرمي فيها الخضره ديالي، خيزو والكورجيت بجوجهم. غادي نخليهم يهبطوا واحد شي شويه، ما يطيبوش بزاف نهائيا. كما قلت لكم هنايا غير كيطخى ليا داك خيزو والكورجيت ديالي، ما يطيبوش بزاف، كنعاود ناكد عليها. غادي نزيد ديك لا مارينات لي صايب حيت هي باش غادي نسمو لا صالاد. هاد لا صالاد اللي بغى يقدر يزيد فيها لي كروفيت، كيجيو زوينين بزاف. ويقدروا تقدروا تخليوها بحال هكا غير بالخضره. ها هي غادي نزيد الحامض، دوك القشور ديال الحامض وسكينجبير. سكينجبير راه كيجي زوين بزاف، ماشي ما نديروش كاملو، وكيجي بزاف زوين مع الثومه. ودابا غادي نزيد الفيرميسل. الكميات نتوما كتحكموا فيهم. شفتوا الفيرميسل كي قلت لكم انا ما قطعتهاش رقيقه، انني بغيتها تجيني شويه طويله، داكشي علاش كتلصق بحال هكا، كتبغيش تفك. اخر حاجه هي لي شامبينيون نوار. اخر حاجه غادي نزيد هما والصوجة. الصوجة غنزيدها دابا. ردوا البال الا كانت هاد الصوجة اللي ثقيله راه كتبدل حتى اللون، حتى الملحه ديالتها مجهده بزاف، يعني ما نزيدش بزاف، رد البال مع الملحه ومع اللون. كما قلت لكم اخر حاجه هي لي شامبينيون نوار، ضروري تقطعوهم شويه رقاق لانهم كبارين بزاف. لي بغا كي قلت لكم تقدر تزيد شويه الكروفيت، شويه ديال الزيتون الخضر مقطع. وبما طاب لينا الحوت في الفران، غادي نقدموا لو بلا ديالنا ديال لا صالاد اللي دافيه مع الحوت في الفران. نتمنى لا غوسيت ان شاء الله تكون عجبتكم. الا عجبتكم كما العاده خليوا لي كومونتير ولايك، ونتلاقاو ان شاء الله في شي اقتراح تاع شي وصفه جديده. وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم، والسلام عليكم.